تغسلوا وجهكم على الصبح، خاصة إذا عندكم بشرة أويلي، من أهم الستيب تتقدروا تشيلوا كل الزيوت يلي معقول تكون صارت على الطبقة الخارجية من بشرتكم. شوي أماونت من الألترا فيشل، and لازم تكون بطريقة سيركل على فترة دقيقة مش أقل. ما تنسوا الثلاثة بوينت اللي كتير مهمين، اللي هي المنطقة القريبة من المنخار، المنطقة القريبة من التم، والمنطقة القريبة من العيون. وتنشيف الوجه من بعد ما تغسله لازم يكون بطريقة الطبطبة بمناشف نضاف، لأنه المنشفة اللي بتكون موجودة بالحمام بالإجمال بتكون معباية فيها البكتيريا بسبب الرطوبة وعدم تعرضها للشمس، فإذا مننشفها بطريقة التولات طبطبة بيكون أفضل. إذا بتضيعوا بين السيرم والكريم دايماً احفظوا، السيرم بيعالج الطبقة الداخلية من البشرة فلازم نستعمله بالأول، والكريم الطبقة الخارجية فهو بيكون تاني ستيب. رح استعمل كيلز فيتامين سي 12.5، وهيدا شي كتير منيح إذا كان عندكم أثار حبوب لأنه بيخفف الأثار بيعطي إضاءة للوجه. الآي كريم ممنوع تستعملوا ميك اب إذا ما كنتوا حاطين آي كريم على عيونكم. من كيلز عندهم الأفوكادو بيست آيس كريم يلي بيرطب، بيخفف تجاعيد صغيرة وبغذيها. إذا عندكم أويلي سكن ما معناتها ما منستعمل مرطب، لأنه الترطيب بيزيد المي بقلب البشرة ما بيزيد الأويل، ما تعتلوهم.